استعراض أفضل استراتيجيات للتصدي للتهديدات السبرانية من أبرز أهداف الاجتماع الإقليمي السابع للأمن السبراني والذي تستضيفه دولة الكويت. الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو تجميع الخبراء في هذا المجال وخاصة مجال السايبر سيكوريتي على مستوى العالم العربي من خلال المركز الإقليمي التابع لاتحاد الدول الاتصالات الموجود مقره في سلطنة عمان. وهذا المؤتمر هو المؤتمر السابع على مستوى جامعة الدول العربية، وتشرفنا كسترة ودولة الكويت أن نستضيف إخواننا من جامعة الدول العربية لالتقاء ونقل الخبرات بين إخوانهم في دولة الكويت وجميع الأخوة الخبراء في هذا المجال، مجال أمن المعلومات سايبر سيكوريتي على مستوى جامعة الدول العربية. المركز العربي الإقليمي يعمل على توفير بيئة معلوماتية آمنة عند استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية لكل مواطن ومقيم، ويشجع الأفراد الذين يتلقون التدريب في المركز على العمل في قطاع أمن المعلومات في أي جهة أو مؤسسة. ما يمثله المؤتمر الإقليمي في نسخته السابعة هو حقيقة إلقاء الضوء على موضوع الثورة الصناعية الرابعة وتأثيراتها على الأمن السيبراني للمنطقة العربية. مركز أمن المعلومات الإقليمي يشكل عاملا أساسيا في دعم شبكات الشراكة الدولية متعددة الأطراف ضد التهديدات السيبرانية على مستوى العالم. هذا المؤتمر جدا مهم بالنسبة لجميع الدول بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة. يتم تبادل الخبرات مع المختصين في هذا المجال والاستفادة مما توصل إليه العالم في مجال حماية أمن المعلومات. الخدمات التي يوفرها المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني مقدمة للأفراد وللقطاع العام والخاص والهياكل الوطنية الحساسة في دول المنطقة العربية. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.